كتب كلمات هذا الزامل الشاعر الشيخ عبد القوي شريف موجه الخولان وبني ظبيان. أداء الشاعر أبو قناف الطويل. يا سلوح الجرب وقت الشهداء يدعدها ليس ند وانا سندها في أوقات النزام لو بعدنا في النوايا وبنقر بعدها عزوة روس الشوام وخيمامها والرجوم. يا سلوح الجرب وقت الشهداء يدعدها ليس ند وانا سندها في أوقات النزام والعجل والطيال المانعه مجدها بيضا لن تجب الله وجالينا الهمام. يا سلوح الجنب وقت الشهداء يدعدها لي سند وانا سندها في اوقات النزام. وهذا جواب الشاعر ابو صقر العجارم على بدعة الشيخ عبد القوي شريف. لا هتف تبشر رجالا العجارم قدها مرحبا بك يا شداد القوارب والعزوم باتجيك أبطال ما حد يكمل عدها قوم في لحتاج تهات زرقوا مثل السهم. لا هتف تبشر رجالا